أما بخصوص المشاركة فإحنا كهيئة مستقلة ما زال عندنا الذمة تاعنا المستقلة في جبهة التغيير، نناقشوا هذا ببرودة أعصاب، يعني ما عندنا حتى ضغط. أفراد وأعضاء مجلس الشورى مطالب منهم باش يعني ينشطوا ويجتهدوا في هذا الموضوع بما يخدم مصلحة الوطن. احنا دائما كانت المصلحة نتاع الوطن سابقة وأولوية على مصلحة الحزب. ما عندناش تشنجات داخل المجلس وما عندناش مؤثرات خارجية على القرار المجلس، واللي يخرج به مجلس الشورى على كل حال هو القرار السيد. تبقى أن ما دام القرار مشترك مع حركة مجتمع السلم في الأخير ننتظر ما يفضي إليه نقاش حركة مجتمع السلم، وإذا كنا فيه يعني اتفاق في خط واحد مع المشاركة فأهلا وسهلا بهذا الموقف. وإذا كان هناك اختلاف، ما نقولوش خلاف، اختلاف، احنا نسعى دائما إلى تسبيق مصلحة الوحدة بين حركة مجتمع السلم مع جبهة التغيير، والموقف اللي يحفظ هذه الوحدة ويحميها ويعمل على ترقيتها هو الموقف اللي يتخذ.